بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور بنزروال محمد، مدير مستشفى محمد الخامس بأسفي. في إطار التتبع والمتابعة ديال السيد العامل الإجراءات اللي قمنا بها لمحاربة داء كورونا فيروس 19، شرفنا السيد العامل بالسيارة اليوم وتفقد على المسار ديال الناس المحتملين. إن شاء الله الله يدوز علينا هذا الشيء كلشي بخير. الناس المحتملين اللي غادي يولجوا للسبيطار، أنه غادي يكون عندنا أنترياج من ناحية الباب، غادي نشوفوا الناس اللي دول اللي عندهم لي سامبتوم كوفيد غادي يدوزوا اترافير ان سيركوي بوحدهم، فيها واحد القاعه ديال التشخيص وقاعه ديال ليزولمون اللي فيها جوج ديال الاسره. من بعد على حساب ليكا ديالهم غادي يقدروا يطلعوا للمستشفى الفوق للطبق الثاني اللي غادي يكون دي ديال الكوفيد، سينو غادي يخرجوا باوردونونس اللي ما كان والو. هذا هو. وثانيا كنشكروا المكتب الشريف الفوسفات اللي كيعاوننا في لاميناجمون ديال دوزيام ايطاج ديال قسم طب النساء وقسم طب الرجال، اللي غادي يكون فيه 28 سرير من جهه طب النساء و42 سرير في طب الرجال، اللي غادي يكون عندنا واحد الزياده ديال 70 سرير ايكيب افيك لي بوش دوكسيجين اللي في الويد وكل شيء وليكيبمون ديالهم ان شاء الله. هذا هو. من بعد غادي اون فا ديدي، اسمحوا لي على الفرنسيه، اون فا ديدي كاع لو دوزيام ايطاج للناس الكوفيد. هذه في واحد المرحله، المرحله غادي نمشيو بشويه بشويه تدريجيا على حساب الحالات، وغادي الانعاش كله والطبق الثاني كله غادي تقريبا 180 سرير اللي غادي يكون ديدي المرضى ديال الكوفيد اللي غادي يكون هنا. الله يحفظ الا وصلنا لديك الحاله وشكرا.